قبل هذا كانت هذه المساحات من الأراضي الجرداء القاسية بمنطقة الخنق بالأغواط صفراء بور قاحلة، تحولت إلى أراضي خصبة ومنتجة بفضل سواعد هذا الشاب إسماعيل كامل الذي يعد نموذجا رائعا للإرادة والعزيمة. قبل كانت هذه كاع مش مسوية، مش مراقلة، ضربنا واحد العام ولا احنا نخدموا فيها نهيئوا فيها، والعام اللي فات درنا إنتاج تاع قمح كيما هاك، ورانا كيما نقولوا حصدنا العام اللي فات وندينا إنتاج دابا سننا شوية، ودركا راه كانت عندنا عام اللي فات واحد 5 هكتارات، ودركا رانا زدنا وتوسعنا شوية، كانت منا مش مردومة كيما تشوفوا محولين التراب والآخر نردموا فيها. بعد تخرجه من الجامعة برتبة مهندس، أدرك إسماعيل ومعه إخوانه أن البطالة والضياع بين مغامرات الهجرة لا تعني شيئا إلا العمل في الفلاحة. يا ودي الشباب وين يروح؟ الشباب النورمال يخدم قاع أرضه ياسر، يا أرضه تكفيه ما عدوش وين يروح. يا إنسان كيما يقول لي عدو أرض لازم يخدمها، يستثمر فيها، يدير بشوي 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 باه يزيد تولي أمور تمشي ماشية لا بأس. بصح كيما نقولوا الناس راه كيما نقولوا تحوس على الربح السريع، صعيبة الصحراء شفافة ماشي واعر شيبات، بصح بالمعافرة وبالصوالح هذه تخدم إرادة، لازم تولي عندك إرادة، وذوك حاجة ما تجيبهاش بالسهل. من البلاد منا كيما يروحوا الشباب والو نخدم بلادي، يعني قاعد هنا في ستان شرع ندير بلاد اخرى خرا ياسر عليا بلادي. والله ياسر الظروف قاسيه هذه بنانا الزينه قاع. تبقى المرافقه والدعم والتشجيع والاخذ بيد هذا النموذج من الشاب الجزائري المنتج ضروره في ظل المتغيرات الحاصله.